أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق أهداف التكيف المناخي ومواجهة التغير المناخي ممكنة في حال توافرت الإرادة الحقيقية لتحقيق ذلك وتوافر آلية خاصة لتعزيز العمل المناخي وترجمتها بما يصدر من الاجتماعات إلى واقع ملموس. وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح الشق الرئاسي خلال أعمال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، شدد على أن العالم بحاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية. هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن؟ بلا شك إنه ليس مستحيلا، ولكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمت ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس، أثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق.